رأيك هل استغلت السلطات الفلسطينية الحاكمة في فلسطين سواء بالضفة الغربية أو قطاع غزة القانون لصالحها وانتهكت حقوق الإنسان والحريات العامة الأساسية، صح أم خطأ ولماذا؟ نعم، تم انتهاك حقوق الإنسان كان قبل السلطات كان في غزة أو الضفة الغربية، والسبب في ذلك أنه يعني كل شطر من الشطرين بيعمل حقوق خاصة فيه. صحيح، انتهكت السلطات الحقوق في الضفة وغزة لصالح الكراسي طبعا، وإحنا هان في غزة برضو ما بنشعر بالحرية الكاملة لإلنا، وإحنا يعني كطلاب ما بنحصل يعني على وظائف لأنه كله لصالح نفسها مش لإلنا أبدا. هل بتعتقدي أن القيادة الفلسطينية الحالية بالضفة أو سلطة حماس بغزة قادرة على تحقيق استقلال الفلسطينيين وأن تجعل منه واقعا، صح أم خطأ ولماذا؟ طبعا لا فتح قادرة على تحقيق استقلال فلسطين ولا حماس قادرة على تحقيق استقلال فلسطين، لأنه فتح فرض سيطرتها بشكل يعني كبير في الضفة الغربية وحماس فرض سيطرتها في غزة، فطبعا يعني أنه عدم الوحدة والانقسام بين فتح وحماس مش حيؤدي لاستقلال فلسطين ولا حنصل لأنه القدس عاصمة فلسطين الأبدية. طبعا لا، سلطة فتح وبمازن مهتمين في الضفة وأن حماس مهتمة في غزة، فما أعتقدش أنه هيصير ولا مستحيل يصير لنا دولة طول ما إحنا في الداخل منقسمين، حماس مهتمة في غزة وفتح مهتمة في الضفة، فمن الصعب جدا أن يكون هناك اتفاق وأن يكون هناك دولة مستقلة لفلسطين ما دام يوجد انقسام داخلي. فلسطين تستحق نظاما سياسيا وأيديولوجيا جديدا وحديثا، صح أم خطأ ولماذا؟ والله بالنسبة للأمور اللي احنا بنعيشها صح تحتاج. ليش؟ بنكون في بعض الأحيان احنا خارجين عن الجبهة الخارجية، انه كنطاق عام انه الحكومة هي اللي ماسكة هالبلد، بغض النظر بشكل أو بآخر أنه إحنا لازم نوضع حل هذا التغيرات اللي إحنا بنعيشها. ليش؟ إحنا كشعب مقاوم وعلى أرض مقدسة اللي هي أرض فلسطين، أنه إحنا لازم نضع حل الحلول هذه بأنه إحنا نبدل هالقوم بغير هالقوم. صح، فلسطين تحتاج إلى نظام فلسطيني جديد وإيديولوجية جديدة، لأنه حقيقة إحنا من أول ما انخلقنا على هالدنيا فقط نشوف يعني القيادات هي يعني حقيقة. أنا نفسي كشاب فلسطيني أشوف قيادات جديدة ودماء جديدة تضخ إلى الشارع الفلسطيني والذي يحكم القضية الفلسطينية، يعني من قيادات جديدة وشابة تطلع على هموم الشباب وعلى القضايا المعاصرة. بتمنى أنا حقيقة كشاب فلسطيني عايش في غزة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والأوضاع الإنسانية اللي احنا بنمر فيها، تستحق إلى قيادة جديدة وقيادة حكيمة لا تهتم إلى الكراسي ولا إلى المال.